كنا عم نحكي تحت الهواء اليوم صحيح. نور قديش اليوم التعليم التقني والمهني مطلوب وخاصة بهذا الوقت. صحيح رشا، كنا عم نحكي عن أهمية التعليم المهني والتقني، لأنه للأسف كل الأهالي بيحبوا ابنهم يا يصير يا دكتور يا محامي يا مهندس، في اختصاصات أخرى لازم تكون موجودة بزخم ضمن السوق لتلبية فينا نقول الاحتياجات بالسوق والواقع الاجتماعي اللي نحن عايشينه والاقتصادي، وخاصة بهذا الظرف اليوم. صحيح. كتير مهم هذا المشروع الصغير لكل شاب بالظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها. بس ذكرتي نقطة أنه كانت من زمان العقوبة وقت ما بتجيب عامة، روح على يعني كنا عم نحكيها تحت الهواء أنه إذا ما جبت عامة بالتاسع رح تروح يا صناعة يا يعني الخيار الآخر للمهني. هلأ عم نشوف توجه آخر، يعني نحن كنا نشوفه سابقا بالثمانينات كان في توجه كبير. صح. بعدين ما كتير، هلأ عم نشوف في دعم وتوجه للقطاع المهني بالآونة الأخيرة. مثل ما خبرنا اليوم ضيفنا شوي أنهم بحاجة للدعم الإعلامي ودعم المجتمعي اليوم، حتى الأمور المادية عم قلنا بخير. فهذا بشرة خير مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي أكثر عن واقع التعليم التقني والمهني أكيد مع ضيفنا لليوم الأستاذ فهمي الأكحل، مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية. سعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. أسعد الله صباحكم وحياكم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. كنت عم تحكي تحت الهواء انت ابن التعليم التقني. نعم. والمهني. خلينا نحكي عن اهميه التعليم التقني والمهني، هي الاهميه اللي لازم فعليا نرسخها في عقول الناس اكثر، يعني انه جزئيه التعليم المهني والتقني هي كثير مهمه، لانه مش فقط هي لانه دراسه معهد انا ما فيني فوت فيها، لا فيها مجالات اخرى والاوائل. صح. ممكن يتم دعمهم ويتم يروحوا بعثات ويدرسوا بالجامعات، يعني هي نقطه كثير مهمه لازم نسلط الضوء عليها اليوم. نعم، يعني التعليم المهني والتقني في كل دول العالم ومنها في بلدنا هو يعني يقع ضمن موضوع إعداد الأيدي الماهرة التي يجب أن تخدم سوق العمل بالاختصاصات وبالخبرات المختلفة. وبالتالي بقدر ما يكون المجتمع صناعيا، بقدر ما يكون توجهه نحو الصناعة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام في التعليم المهني. ومعظم الدول الصناعية لم تصل إلى ما وصلت إليه لولا اهتمامها بهذا النوع من التعليم. هذه يعني ليست يعني بروباغندا إعلامية للتعليم المهني، وإنما هي حقيقة واقعة. عندما نجد الكثير من الدول يعني تهتم في التعليم المهني من أجل تعزيز مفرزاته إلى سوق العمل أو مخرجاته دعني أقول إلى سوق العمل، فهذا نوع من التركيز على أهمية الصناعة وأهمية التعليم المهني وربطه بسوق العمل كما تفضلت. نعم. أكيد. هاي الأهمية أستاذ، اليوم نحن كرمال الشاب عنا يطلع ومعه مثل ما بيقولوا مهنته بإيده يقدر يعيش من وراها ويبلش مشروعه الصغير. نعم. بحاجة لدعم مثل ما حكيت حضرتك. خلينا نحكي اليوم عن البنية التحتية، عن الجهوزية. نعم. عندكم شو عم تقدموا اليوم للطلاب؟ بكل تأكيد يعني البنية التحتية تشمل مجموعة من القضايا، منها الأبنية المدرسية ومنها التجهيزات ومنها المستلزمات. الأبنية المدرسية لدينا يعني هناك مدارس كبيرة وهناك مساحات واسعة من المدارس، مثل ما تفضلت الأنسي أنه كان في اهتمام بالثمانينات حيث تم إحداث 50 مدرسة مهنية. صحيح. في مرحلة معينة كانت كلها على طراز واحد، هي أشبه بالمصانع أشبه بالمعامل. لا زالت هذه المدارس تمتلك بحيويتها وقدرتها على التأهيل، هي بحالة جيدة ولن أقول ممتازة، تحتاج إلى بعض الدعم في مجال في أمور صغيرة. أما البند الآخر متعلق بالبنية التحتية فهو بند التجهيزات. التجهيزات بصراحة لم تتوقف الدولة عن دعم مدارس التعليم المهني والتقني بها فترة، مدارسنا موجودة فيها تجهيزات حديثة متطورة ومواكبة لسوق العمل ولتطورات السوق العالمية. بتسألنا عن الأدوات اليوم أستاذ؟ نعم، أما الأدوات، أما البند الثالث فهنا يعني لدينا بعض المعاناة بما يخص مستلزمات التدريب التي من خلالها يتم إنتاج يعني القطع ومن خلالها يتم تدريب الطلاب. نحن بكل صراحة يعني لدينا معاناة بحكم الواقع الاقتصادي العام وبحكم يعني العقوبات والحصار وكل. نعم. التفاصيل. نعم. للأسف يعني نحن اليوم يعني هي بصراحة هي المشكلة الرئيسية في موضوع البنية التحتية، ولكن
يعني لدينا الحد الأدنى المطلوب من خلال الموجود سابقا، من خلال إعادة تدوير بعض الأشياء، من خلال استخدام أشياء قديمة كانت موجودة، ويتم تأمين جزء مما تيسر من خلال الميزانية العامة. ضمن الإمكانيات الموجودة. طب خلينا نحكي، كنا عم نحكي تم افتتاح سابقا 50 مدرسة مهنية. نعم. اليوم كم مدرسة موجود، وهل في كادر تدريسي كامل يغطي؟ نعم. يعني جميع القطاعات المهنية للطلاب؟ أنا تحدثت عن 50 مدرسة صناعية حصرا كانت في الثمانينيات. اليوم لدينا ما يقارب 500 مدرسة مهنية تتوزع ما بين مدارس صناعية ومدارس تجارية ومدارس تعليم نسوي أو خياطة الملابس. بكل تأكيد الكادر في وضع مقبول على الحد الأدنى، ولكن أيضا نحن بحاجة إلى دعم كوادر. يعني يوجد نقص بالكادر، ولكن يتم معالجة هذا الموضوع من خلال إعطاء الساعات الإضافية الإضافية للقائمين على العمل، واستخدام يعني طريقة خارج الملاك. يعني يتم توقيع عقود مؤقتة أو ساعات أو وكالات لصالح المدارس المهنية، بحيث يتم تغطية الحاجة يعني ضمن حدها الأدنى كما أقول. يعني من كل ما ذكرتي، يعني المشكلة أو نقطة الضعف لدينا هي في الكادر وفي المستلزمات، نقطة القوة لدينا في البنية التحتية العامة بالأبنية وبالتجهيزات. طيب سألنا على البنية التحتية وسألنا على أدوات التعليم، وأيضا اليوم عن واقع الكادر التدريسي. خلينا نروح شوي للمناهج والمقررات الدراسية، هل هي اليوم بتناسب وبتلائم الواقع سوق العمل أو لا؟ وبحاجة اليوم أيضا لتطوير، كونه نحن يعني سنة بعد سنة عم يصير عندنا تطوير بكل مستويات الحياة. سيدة الفاضل، التعليم المهني هو تعليم يحتاج إلى تحديث معلومات دائما. صحيح. وتحديث مناهجي. تحديث معلومات يتم من خلال المناهج. حضرتكم تعرفوا أنه دائما في تطور، دائما في تقدم في كل مجال، وأكبر مثال على ذلك الموبايل الذي نحمله بيدنا اليوم. يعني نراه شغلة فخمة، ممكن بعد سنة ما عاد ابنك يقبل يشيله للموبايل. وصارت استاذ، نعم، يعني الأمثلة صارت مرقت معنا. هذا التطور يعني يندرج من خلاله جميع المهن الموجودة بسوق العمل، وقد يكون هذا التطور سريعا وقد يكون بطيئا، ولكن هناك دائما أساسيات في أي مهنة، هناك أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها. يعني أنت عندما مثلا ما تحدث عن مهنة وليكن اللحام، أنت بحاجة أن تعرف الطرق التقليدية قبل أن تنتقل لتتعرف على الطرق الحديثة. صحيح. قبل أن تنتقل للتعرف على الليزر والقطع بالبلازما والحام بالبلازما، يجب أن تعرف كيف يتم اللحام بالقوس الكهربائي كما نشاهده في ورشات الحدادين في الحارات وفي القرى وفي ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الأرقى، دعيني أسميها، أو المرحلة التي تحتاج متطورة أكثر. المناهج هنا، المناهج لدينا في وزارة التربية أنا أجدها هي نقطة قوة ثالثة على النقطتين اللتين ذكرتهما سابقا، حيث أن المناهج أعدت بفترة معينة من خلال وثائق نسميها نحن وثائق معايير. وثائق المعايير يتم من خلالها تقسيم العلوم الخاصة بكل مهنة إلى مجموعة من المجالات، وكل مجال من هذه المجالات يتم تحويله إلى كتاب مدرسي أو كما نسميه دليل الطالب. هذا الدليل قابل للتطوير، وهذه المعايير قابلة للتطوير، وهي معايير مرنة تقوم على نظام الكفايات، حيث أنها تراعي متطلبات التطور التكنولوجي الحاصل. وفي جميع دول العالم هناك ثلاث طرق رئيسية لتطوير التعليم المهني من حيث المناهج. هناك طريقة التحليل الوظيفي، وهناك طريقة التحليل المهني، وهناك طريقة التطوير الداكم. طبعا نحن في سوريا تم استنباط نمط يعني يستند إلى الطرق الثلاثة ويراعي الخصوصية السورية. وفي كل هذه الأنماط يجب أن يكون سوق العمل شريكا في إعداد أي المناهج. أي جزئية اللي كنت أسألك عنها؟ يعني سوق العمل يكون شريك معكم في تأهيل الطلاب، وهذه اللي بدي أسألك. يعني هي مش تقع على عاتق فقط وزارة التربية، هي فينا نقول على عدة وزارات وشراكية بين عدة مؤسسات وقطاعات. كيف بتكون الشراكة؟ يعني قلت ببداية حديثك كنا عم نحكي تحت الهواء انه هيدا العام بنحس انه فعليا التعليم المهني بلش
فعليا ياخذ المسار الصحيح. اكيد في خطه قادمه للعام القادم، في خطه للتشبيك، في خطه للتشبيك مع القطاعات الاخرى، المؤسسات، الوزارات الاخرى، تشبيك مع سوق العمل. بكل تاكيد هناك تشبيك مع سوق العمل كان يعني موجود بحد معين، الان يزيد هذا التشبيك بمقدار الحاجه اللازمه من اجل عمليه التطوير. كما قلت لك، عند اعداد وثيقه المعايير تم الاستعانه بممثلين عن الشركات والاتحادات المختلفه والقطاعات المختلفه، سواء وايضا يعني مؤسسات القطاع العام الاخرى ومؤسسات القطاع الخاص، وتم اخذ رايهم، بحيث كانت لجان اعداد المعايير تكون نسبه 2 إلى 3 من القطاع التربوي او المؤسسه التعليميه، وواحد إلى ثلاثة من سوق العمل. تم مراعاة متطلبات سوق العمل في الكثير من القضايا، ولكن هذا الكلام كان يعني يحتاج دائما إلى تطوير، إلى ريفريش تحديث. بس هي مشاركة الرأي أو مشاركة التعليم تأكيد. أنا يعني دور ممكن تأخذ على عاتقك. كانوا شركاءنا في إعداد وثائق المعايير، ومن ثم تم إعداد المناهج بناء على وثائق المعايير، وبالتالي تم أخذ ملاحظتهم. ولكن التشبيك يعني نحن لدينا طموح أكبر من ذلك فيه، يعني أن يكون التشبيك ليس على مستوى الرأي الطلاب يعني نعم ليس وإنما على مستوى الشراكة الفعلية. وهنا يوجد لدينا شيء نسميه التعليم المزدوج، ونحن اليوم أو في هذا العام نعمل على توسيع قاعدة التعليم المزدوج، ولدينا أيضا اتفاقية تم توقيعها مع إحدى الشركات الخاصة، شركة دافنشي هوم، يتم من خلالها تدريب الطلاب على المعلومات النظرية في المؤسسة التعليمية أي نحن المدرسة، وعلى التمارين العملية في المؤسسة التدريبية أي الشركة. كما يوجد لدينا تواصل مع الاتحاد العام للنحالين العرب لإعداد مهنة بالتعليم المزدوج تتعلق بتطوير القطاع الزراعي، ولا سيما موضوع النحل، حيث أن هناك حاجة مشتركة من خلالها يتم إعداد يعني كما قلت لك مفردات منهاج، وسيتم إحداث مهنة بنظام التعليم المزدوج في هذا المجال. خلينا نروح لقانون 38، أول شيء نعرفك عليه بشكل سريع ونحكي اليوم هذا القانون شو كان انعكاساته على واقع التعليم المهني. نعم، هلا أنا سأشكركم على أسئلتكم، لأن التعليم المهني يستند إلى ثلاث مرتكزات، أو الركيزة الأولى هي التدريب، وهنا تحدثتم حضرتكم عن موضوع المدربين وعن موضوع الكادر الموجود وعن وبينتم يعني الواقع في هذا الاتجاه. النقطة الثانية المناهج، والمناهج هي مرتكز أساسي أيضا. صحيح. النقطة الثالثة يعني هي سوق العمل أي الإنتاج، وهنا كان فضل صدور القانون 38. قانون 38 مكن المدارس المهنية من أن تتحول من مدارس تعليمية إلى مدارس تعليمية ومراكز إنتاج. يعني نحن علينا أن لا ننسى ونحن نتحدث عن القانون 38 أن الهدف الأساسي من مدارسنا هو التعليم، ولكن هناك تعليم وهناك إنتاج يتم من خلاله إعداد أيدي ماهرة، ويتم تحصيل وارد مالي للمؤسسة أي المدرسة والتربية والطلاب والمعلمين. والقانون 38 أعطى هذه الفرصة يعني على طبق من ذهب، بحيث أنك تستطيع أن تعد عقدا سواء داخل مؤسسات وزارة التربية المختلفة أو حتى مع الآخرين. ويعني مثال على ذلك يعني زملائنا في إحدى الثانويات المهنية في حمص قاموا بتوقيع عقد مع جامعة البعث على صيانة إحدى الوحدات السكنية في جامعة البعث، وحصلوا على نتائج ممتازة. يعني جامعة البعث يعني كانوا يقولون لنا يعني لم نكن نتوقع أن طلاب الثانوية الصناعية قادرين على هذا الإنجاز. طبعا هم طلاب ومعلمين الذين قاموا بالإنجاز. أكيد في تأسيس كثير مهم. نعم. هدول وبنفس الوقت طلابنا وأساتذتنا
يعني كان قيمة العقد 60 مليون، ويعني بكل تأكيد أي عقد وأي عمل في أرباح. الله يا رب هيك عطول يكون في خطوات قادمة لدعم التعليم المهني والتشبيك الأساسي. يعني عم تعطي أمثلة فعليا، هي الطلاب تلاقي مين يحتضنها وفعليا تكون منتجة في سوق العمل. أكيد نتشكرك الأستاذ فهمي الأكحل مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية، ونتمنى فعليا الدعم الكافي ولكل الأهالي يعني اللي حابب ابنه فعليا يدخل أي فرع من الصناعة خلوه، لأنه هي ضمن رغبته، يعني خلي الولد مشروعه الخاص. وكلياتنا سعيدين وفخورين بطلابنا بكل الاختصاصات. شكرا كثير ولكم جزيل الشكر، وشكرا شكراً على هذه الاضاءه على التعليم المهني، ونتمنى منكم المزيد من الترويج الاعلامي ان شاء الله. بدنا نشكرك واكيد بالتوفيق لحضرتك وللكادر والتعليمي وايضا لطلابنا اليوم ضمن التعليم المهني والتقني.